مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة عاصمة الدكانة. في هذه الأثناء في هذه اللحظات أنتم كتابوا معنا يعني هذا المباشر من مدينة الجديدة عاصمة الدكانة. أجواء رائعة جدا كما كتلاحظوا معنا كما كتبعوا مشاهدينا، يعني عدد هام من المواطنين اللي خارجين هنا لمدينة الجديدة وبشوارع مدينة الجديدة بالقرب من شاطئ مدينة الجديدة كما كتلاحظوا كما كتبوا معنا مشاهدينا. يعني الأجواء رائعة غاية في الروعة، الأجواء جميلة جدا هذه الليلة، وكتشوفوا يعني حركية دؤوبة ديال المواطنين اللي خارجين كيتجولوا، خارجين يعني في أجواء رائعة جدا. هناك من يتجول بلاكوتاج، وهناك من يتجول بشاطئ المدينة بشاطئ المدينة الجديدة. فاحنا دائما كنحييكم مشاهدينا وكنبعث لكم يعني أغلى التحايا، ونحاولوا نقاطعكم لكم من الأجواء العامة هذا المساء في مدينة الجديدة. أنتم كتابوا معنا يعني هذا الجو الجميل الرائع عبر قناتكم قناة شوف تيفي بهذا النقل الحي والمباشر. أجواء جد رائعة جميلة جدا من هنا من مدينة الجديدة. دائما يعني تتبعوا معنا تعيشوا معنا هذه الأجواء العامة هنا في مدينة الجديدة عاصمة دكالة. احنا كنحييكم مشاهدينا وكنبعث لكم أغلى التحايا من هذا المكان، يعني من مدخل مدينة الجديدة من جهة الدار البيضاء. كما تشوفوا يعني اختناق مروري في هذا الشارع في هذا المدخل ديال مدينة الجديدة من جهة الدار البيضاء. أجواء رائعة جدا هذا المساء كما تتبعوا معنا مشاهدينا. احنا دائما نحييكم ونحاولوا يعني نقربكم من الأجواء بالشاطئ ديال مدينة الجديدة. كتشوفوا يعني الخيل بالليل بالشاطئ ديال مدينة الجديدة، يعني الأجواء رائعة الأجواء جميلة جدا. فأغلى التحايا كنبعثوها لكم مشاهدينا من شاطئ مدينة الجديدة. كما كتشوفوا يعني المواطنين مازال خارجين ومازال يعني كيتجولوا مازال كيستمتعوا بهذه الأجواء الرائعة جدا هنا. يعني كاين عدد هام من الخيول بمختلف أشكالها وأنواعها هنا بمدينة الجديدة عاصمة دكالة. مشاهدينا كنحييكم يعني من عاصمة دكالة من مدينة الجديدة، لكم منا أغلى التحايا مشاهدينا. ثم كتبوا معنا يعني هذه الأجواء الجميلة رائعة جدا.
جو جو رائع، جو جميل هذه الليلة من مدينة الجديدة عاصمة بكملة. انتم كتابعوا معنا مشاهدين يعني هذه الأجواء الرائعة، الأجواء جميلة جدا من مدينة الجديدة وبالقرب من شاطئ مدينة الجديدة. فبعد ما يعني كانت موجة حرارة مرتفعة بالنهار، فبالليل يعني المواطنين كيستمتعوا بهذه الأجواء الجميلة، الأجواء رائعة جدا. كتشوفوا كما كتبوا معنا مشاهدينا يعني هذه الجو جميل رائع من هنا من مدينة الجديدة. دائما تتبعوا معنا تعيشوا معنا هذه الأجواء. أجواء جميلة رائعة، نخليكم مع هذه الصور المباشرة الحية والحصرية من مدينة الجديدة عاصمة بكملة. انتم تابعوا معنا هذه الأجواء، أجواء رائعة جدا هذه الليلة من مدينة الجديدة وبالقرب من شاطئ مدينة الجديدة. تحية طيرة نبعثها إلى جميع المشاهدين أينما كنتم. هذه الأجواء احنا دابا الآن يعني بالشاطئ، شاطئ مدينة الجديدة. هذه الأجواء بالشاطئ يعني بشاطئ المدينة. تحية عطيرة نبعثها إلى جميع مشاهدينا أينما كانوا داخل وخارج أرض الوطن من شاطئ مدينة الجديدة. كتشوفوا يعني المواطنين خارجين بكثافة بكثرة في هذه اللحظات، أجواء أكثر من رائعة كما تشوفوا. يعني المواطنين كيستمتعوا بهذه اللحظات الجميلة الرائعة من شاطئ مدينة الجديدة. وانتم كتابعوا معنا مشاهدينا على قناتكم قناة شعب قناة شوف تيفي هذه الصور الحية والمباشرة من هنا من شاطئ مدينة الجديدة في هذه اللحظات في هذه الأثناء. كما كتلاحظوا يعني رغم أنه 10:08 ديال الدقائق المواطنين خارجين كيستمتعوا بهذا الجو الرائع الجميل تحت الأضواء الكاشفة. كتشوفوا يعني عدد هام من الخيول، تشوفوا شباب شياب فتيات الكل يعني كيحاول يستمتع بهذا الوقت الرائع، الوقت الجميل، أوقات رائعة كيقضوها المصطافين كيقضوها المواطنين اللي خارجين في هذه اللحظات هنا بشاطئ مدينة الجديدة. وكما كتشوفوا كتستمتعوا معنا بهذه اللحظات، اللوحات الفنية الرائعة والخيول يعني السرج ديال التبوريضة هو حاضر هنا بشاطئ مدينة الجديدة. فأغلى التحية كل أكوانكم مشاهدينا وانتم كتابعونا كتشاهدونا من هنا على المباشر مباشرة على قناتكم قناة شفتي في قناة الشعب في هذه اللحظات في هذه الأجواء الرائعة الجميلة جدا. فأغلى التحية كل أكوانكم مشاهدينا وانتم كتابعوا معنا هذا الجو رائع هذه الليلة. يعني قبل ما ننهيو هذا البث المباشر الحي والحصري كتشوفوا معنا وحتى عناصر الأمن
يعني مشكورين كتشوفوا يعني بالدراجات الناريه ديالهم، فهم كيجوبوا يعني الشارع طولا وعرضا. تحيه خاصه لعناصر الامن اللي كيقوموا يعني بهذه الجوله بشاطئ مدينه الجديده. يعني عناصر الامن عين لا تنام بشاطئ المدينه، يعني كتوجدهم في كل مكان في جميع الازقه الحدائق. عناصر الامن كيبذلوا مجهود كبير هذه الايام بمدينه الجديده. وعلى هاد الصور يعني غنخليكم على هاد الصور قبل من نودعكم ونهيو هذا المباشر، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر. دمتم في رعاية الله مشاهدينا، وإلى اللقاء، نلقاكم إن شاء الله في مباشر آخر.